أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا الله سبحانه وتعالى تيغنا ويسألنا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدي صحابنا أدي دنكون أدو سلسوكي كلن كما إلى يوم القيامة. وقال حديث بيلين كان الحديث الثلاثون حديث تنجي كندي أن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. إذن كي حديث يكون صحابي بيقاخل لي أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أتيد مغفاري عليه الصلاة والسلام وقاتني إن الله فرض فرائض كتو قارون حديثك سر سر سوان تو غارو كون انتي كي حديث يكون ليس الخور يعني سرنا ملي انغا تقم بو غبن كيتا انغا دونت انغا خنو لا لا هر يانغا قتان حديث كي تفسير من انتي الله سبحانه وتعالى فرض فرائض اد فرلنت فيني وتو ادي فرل حكم مايا جل سل جك ادي تنين وبيني بين فرل فينا الله سبحانه وتعالى قدير وكم اتفلا تضيئها خمي خي لامبوندي خمي خي يبي يبي خمي خي تخنون الله قدير وكم ما غير خنيا مريا خمليا وحد حدودا فلا تعتدوها ادي جينغو كوتو خمخ دانغ كون جونغويا ادي جينغو كوتو اتخانشيغيا خمخ دانغيا وحرم أشياء فلا تنتهكوها فيني أديك بخمخيا خمخي دبري إذن يروي فامو ننت فيني سيكي أركنيا مرو مخننتي غير فرلني بيني روكم وني دبر مخو بأغم بطنطا إغير جنغو بيني كتو أمخ دنجيا إغير كو بيني كبو مخا وني تخنانا أمخي دبري هذا مرب من كيس مانانا كوراغا لا هركو تانا تقين كتنا anga tangay murin bakka e yangan katan e kempalati wasakata an ashiya at kempal allah subhanahu wa taala kurbak khama foniya amiko rahmatan lakum at yinne khadanga na fet mungu yegen parce que wala tay go foniya go ni trindini allah mi ro kamma o itrundu go ni trindini allah mo nyamer nan tuna kun trindini khassatan tuwanon ko ngi tufube ni gene fi mu khuntonya fube ni anya khentiya alla mi khibariku nganda am saha nan tafarin sahaba ni nga itrindi an kam mak kentrindi surtout fume ni gene fi mu khunton tuwa khunya allah subhanahu wa taala yimma khar khiretu ko nga sere mak daga nga kuntrindin amé misale mpay ko tayo yugo gari kat imam malik rahimahullahu taala ناترين الله سبحانه وتعالى دالين قتي على العرش استوى ننت الله سبحانه وتعالى أن يرو إلى رش كما كيغو كن داريا الإمام مالك تن رحمه الله تألا أن يرو إلى رش كما يكمه إذن الله سبحانه وتعالى مخان كتو نيافا كيارو كن ودن أنت كي مخان كتو ينيرو إلى عرش كما خانيا كمه الله مو ينجن دي كنغا ما كن ودن فارين بيغن كذلك ما كون ودان انت كون دوان اما صحابه دان انت فارين صحابه نيغا اذا ما فارين ترين ني كيكيشن بدا باسكي ارام قن مكلا غتي نيوري عرش كم ما يجل عقيده اهل السنه والجماعه الله ما خن كوتو نيغا اوني رغنو تونون دينتي خو الله غدو خبار مخوبه اناني اونتي يم مخون ترين دين انيا كم مخو خو الله غدو كوننتي ورونا كني دين غير يان خان كامبت فنا كير يان خان كام مخ نحن لا ندري وتو اخو كيرانت جو فين كين كون فيني بين الله سبحانه وتعالى يم خير خيرت كويا اذا كي غو كنا غير امام مالك ترين انت الله سبحانه وتعالى ان يرو يارشن كام ماي كام مخ
imam malik fa gade kebe jabe ni ke fin gilu sunna gumum po khoronya atal istiwa ma'lum atu nyore fuan arab qanni ata tuinte nyan wal kayfu majhulun khata nyam mukonde o kuntikentu wal iman bihi wajibun annan tungundite atanan kam moy obligatoire nya was su'alu anhu bid'a natirin kha ala gelle fi jopanto be ni gade kaboma khay nan tum mikhiru dinan kho bawni tam sahanan ta sahaba ni lam falen trindini ke abada kunu fi ni asren allah subhanahu wa ta'ala kuran nga bakki an kan kuri yinne nan dan inyan sababu misren ga shubhani lonam makhay agen sundum ngate fi lwan khotu an nga ko watu yoge ken man ne jallinta khu ngate ngononga shubhani mana fi nyamin ton kha watte ngodono kha ke fi legre kunda yamburu fo fanake bar jallinta khu ngate kelay jarel fil ghalib khaya gal fi nyamin ton ngate ngana ram kha antu funden kara danga qidan kara ngama mulla nga haliki parce que pour ken nam bugan chondo meke fi neefe idan itimam malik al surunya men nante ke go kunu bida gumen nyani na bagan di taxu dingrang idan ame hadith tanay non nanti fare sallallahu alaihi wasallam ay ko ngodanga nanti haram rem mayri nan ko ta go annati allah allah nga simmen allah annati ko ne tege ko monu ko taga annati allah ndi tege ay tele ma simme ngi kinyan kond allah khataga shaytan ay ngan ke ron seren jondume ati ke khadu banu menda ke kitan nan tangay muri bak shaytan nan ta'uzu billahi minash shaytanir rajim hatta nya ko ta go sahabani rikat fare sallallahu alaihi wasallam iti وكدوبانم به يجد في قلبه شيئا يتعاظم ان يتكلم به ننتودوبانم به تان سمي كتنچوندم مي ماناي خورون اندان نانديغاموتيك اي كان نيغاديغاموتيك فارنتا سمي بانانچوندم مي كيلانت فوتور تانكا غاما باغان تان نينن تانكا غامو غول نياتاي اتان دار بالي تورنا اذن هذا مرمي كوفي ندامو بين غران كو سمي ندامو تريندي ندامو anna tange muri bak allah subhanahu wa ta'ala kenya nar kenya ko ta allah subhanahu wa ta'ala fini yogoni ami ko khada fet mungu yegeni at khamihi muri khamihi muru bal allah subhanahu wa ta'ala yinne khayya an mulina khatanga khadina nyan kho walla nyagan allah subhanahu wa ta'ala gan no famu ndo dinanga agon nanyo serbe no gadi gam mem posere muko o gabatta walla nyagan gor ko beni ko gili sahaba igira bana gan ni rogo dan futundu igiro mi yonki ni shaytan allah wa rasuluhu bari alamin صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين